تنسيقية الجريد للدفاع عن قطاع التمور، شنو التحديات اللي قاعدة يعيش فيها القطاع هذا في الجنوب؟ والله هي العديد العديد من الصعوبات اللي يعيش فيها تو يمر بها القطاع الفلاحي. السبب يعود إلى إهمال السلطة للقطاع الفلاحي، وبالرغم من أهمية القطاع الفلاحي بالنسبة لتونس معناها والجنوب التونسي، معناها القطاع الفلاحي هو حاجة مهمة بالنسبة للجنوب التونسي. القطاع الفلاحي اللي هو يدخل معناها حوالي 1000 مليار سنويا معناها للدولة، معناها بالعملة الصعبة، اليوم أصبح مهدد ومنهار، مش معناها للجهة اللي هي المصدرة، معناها للجهة اللي هي الفلاح. الفلاح اللي هو معناها أصبح اليوم مهدد حتى في قوت يومه، معناها معاش لاقي ما يأكل الفلاح. ليش؟ لأنه معناها الصابة اللي يتعب عليها عام كامل، النخلة ذيك أكلي يرعرحها من اللي هي معناها مازالت غرسة لين تولي نخلة وتنتج، معناها يعلم بيك الرب كيفاش وصلها للمرحلة هذيك، ويعلم بيك قديش من سنة وصبر معناها باش توصل هي للمراحل هذيك المتقدمة. يجي معناها المصدر يستغله في أضعف المراحل اللي يمر بها الفلاح، يستغله المصدر بكل بساطة، كونه معناها استغل الجائحة نتاع كورونا عام الأول، وهو وبارونات معناها المصدر وبارونات الفساد اللي تخدم في الإدارة التونسية مع الأسف الشديد، وعلى رأسهم معناها السلطة الجهوية اللي هو سيد الوالي اللي هو يدعم في الفساد هذايا، وقاعد مواكب الفساد وما حطلش حد معناها، واتحاد الفلاحين اللي معناها متأمل فيه الفلاح معناها باش يوقف وباش يضرب على القطاع، يجي يشوف معناها في الآخر يلقى القطاع معناها مبيوع من قبل اتحاد الفلاحين ومن قبل والي الجهة، معناها بايعينه البارونات الفساد قاعدين يلعبوا عليه كيف ما يحبوا هم، ويطيحوا في الأسعار كيف ما يحبوا هم، يبعثوا معناها المصدرين اللي هم يصوروا في كل عام في المليارات. كي تقول لي أنت جائحة كورونا وأنت تصدر معناها المنتوج نتاعك عام أول صدرت أكثر من السنين الماضية، والسعر اللي بعد به أغلى من الأسعار اللي بعد بها السنين الماضية، تجيني معناها السنة باش تعاود الكرة وتعاود معناها تضغط على الفلاح وتستغل ضعف الفلاح، تستغل ضعف الفلاح معناها كمصدر، انت تبيع باللورو وتجي تشريها من هنا من عند الفلاح بدينار وتبخصه في سلعته، ومعناها وتستغل الضعف نتاعه والظرفيه نتاعه، لان ما عندهش منح باش ينجم ينزل الصابه نتاعه، وحتى ولو عنده القدره باش ينزل الصابه نتاعه الفلاح ما عندهش القدره باش يخزنها. ليش؟ لانهم مضيقين عليهم الخناق، الفلاحه في ربوع الجريد مضيقين عليهم الخناق في عمليه اسناد المنح، اسناد المنح اللي هي منحة الفريجو هذية اللي باش يخزن فيها المنتوج نتاعه، يضيقوا عليهم فيها كيفاش باش تصير العملية، تصير بعمليات رشوة، رشوة تدفع زوز ملايين وثلاث ملايين رشوة، يعطوك المنح انت تابع ظل معناها تابع ظل بارونات الفساد اللي هم اتحاد الفلاحين او والي الجهة او بارونات الفساد اللي هم معناها يتبعوا للمصدرين، يعطوك المنح ويسهلوا لك في الدنيا الكل، ويجوا يشروا من عندك الصابة نتاعك، معناها يشري من عند الفلاح البسيط يشريها بدينار، ويجي يشريها من عند الاشخاص اللي متوطئين في القطاع يشريها بالفين وبالفين وخمسمائة، معناها بالوجوه يشرو فيها. هذايا اللي صاير في القطاع، نوجه رسالة هذية لكل المصدرين، هذايا اللي قاعدين تعملوا فيه تو حاليا في ربوع الجريد، معناها اللي عندكم داخل في منظومة الفساد تبعكم تشرو من عنده بالفين وبالفين وخمسمائة، هذاك باش يسكت وباش يبيع أصحاب القطاع اللي هم الفلاحة الأصليين، فلاحة البسطاء اللي جت اليوم اللي هنايا 600 كيلومتر، قطعت 600 كيلومتر باش توصل، لأن أنا باش توصل صوتها للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي هو استقبل كل من جاء لهنا باش يطلب مقابلته برحابة صدر. احنا نطالب السيد رئيس الجمهورية انه يتلفت القطاع نتاع التمور، لانه قطاع اول حاجة مربح للجمهورية التونسية، مربح بالعملة الصعبة، مربح اقل شيء كما ما حكيت لك 1000 مليار سنويا يدخل في العملة الصعبة، وحاجة ثانية كونه معناها الفلاح اليوم اصبح معناها منعدم تماما، واصبح معناها يخمم باش يهجر القطاع الفلاحي. الخلل الهيكل اللي موجود في الفلاحة، الارقام تدل عليه 780 مليون دينار هي قيمة الصادرات التونسية اللي صارت العام اللي فات تقريبا، كي نحسبوا عملية ماتيماتيك ما نلقوا اللي ما بين 10 مليون دينار 12 مليون دينار في اقصى الحالات وصلت للفلاح. المصدرين ولا حلقة التصدير استفادت تقريبا ب 768 مليون دينار، هذا واحد من اللي يخلي السبب انه يدل على ان الفلاح يبيع بدينار وقت اللي نلقوه في المرشي ب 12 دينار، هذا خلل اخر. اليوم ما طلبنا واضحة وصريحة،
احداث ديوان للتمور. هذا مطلب لكل جهه الجريد، ديوان للتمور باش نجم وين الفلاح ينجم يهز منتوجه. هذا من ناحيه. اثنين، اعتبار قطاع التمور يمر بجائحه لمده سنتين، رانا فعلا قلبا وقالبا الفلاح. العام اللي فات تعدينا بظروف استثنائيه جدا، تكررت الموسم هذا، كنا نعتقد ان موسم استثنائي بحكم سبب الكورونا، لكن الموسم هذا كان اشد واقسى من الموسم اللي فات. هذه ثالثا، نطالبوا رئيس الجمهوريه بالتدخل. مش معقول ان رئيس الجمهوريه تو تقريبا في جهه الجريد عندنا مخاض مستمر منذ 22 اوت بالتحديد تقريبا، ما غبناش حتى نهار على الساحات. ولو ناديت حيا لسمعت، ولكن لا حياتي لمن تنادي. رئيس الجمهوريه تقريبا هو الضامن الوحيد اللي موجود تو، وقد يكون حلقه الربط الوحيده باعتبار وزاره الفلاحه تخلت عن الفلاح بجهه الجريد صراحه. مجمع المهني للمشترك للتمور شماعه، للاسف الشديد كنا ننتظر في امال ان باش حقنا ولا يكون حلقه ربط حقيقيه ما بين المصدرين والفلاح، ما كانش رجع صدى للفلاح، ويبدو ان الفلاح ما استوفى كل الحلول معاه. اليوم رئيس الجمهوريه هو الضمانه الوحيده، نطالبوه باش يتدخل. هذا ايضا نطالبوا بمسح ديون الفلاحين. راهو كل فلاح تقريبا بعمليه بسيطه على الاخر مطالب ب 1000 دينار في ادنى الحالات. هذوما الفلاحين الصغار اللي ما كان معلوم للكهرباء، اصبحنا فعلا عاجزين بكل اسف، اصبحنا عاجزين، ودي ما خلصناش الديون نتاع العام اللي فات. ما فما بالك بالموسم هذا وقت الاسوام مدنية، وثم بالعكس اكثر من اننا مدنية، حركه ركود تجاريه غريبه جدا ما شهدناش اصلا في تاريخ تاع الجريد. اليوم اضطرينا ان نتنقلوا من الجريد حتى لتونس العاصمه، على خاطر غادي رانا استوفينا مع السلطات الجهويه والسلطات المحليه كل اي امكانيه للحل. رجاء سيد رئيس الجمهوريه، رانا نلعبوا ضد الوقت. راهو عندنا تقريبا 100,000 طن معلقه في رؤوس نتاع النخيل تتطلب حل عاجل في القريب العاجل. رجاء رجاء من السيد رئيس الجمهوريه وزير الفلاحه، كنا نعتقد ان باش يزورنا، كنا في كل ظرف، ما نتصورش كان ثم ملف اهم من هذا واللي يمنع ان باش يؤدي زياره الجريد لمده 4 ساعات معنا. ولكن خيبه المسعى كاولاد الجريد اللي التقلنا اليوم للعاصمه، صوتنا واضح ومطلبنا واضح. اهم شيء ان نحلوا الركود هذا اللي موجود في حلقه نتاع الترويج، ورئيس الجمهوريه باش يدخلنا. احنا بالنسبه للتمور كيف تشبه كقانون يصدر بالعمله الصعبه، والتمره يلزمها تصدر كم بمبلاج، ويلزمها تصدر بمواصفات معينه، وهذه كل مصدر يقول لنا راه التمر مكلف علي، وحنا مكلف علينا في انتاج هالتمره. الامكانيات كي نجوا للدوله نلقوها غايبه عليها غياب تام. نطلبوا من السيد الرئيس ان يبعث خبراء يشوف التمر بقديش تكلف على الفلاح بامور صدق، وشوف التمره بقديش الكعبه تتكلف على الفلاح، حتى يشبح التمر هاللي دخل في عمله صعبه بقديش نتجت على هالفلاح هذا باش يطيح. هذا احنا جينا بالنسبه لتو وقف احتياجي على القطاع الفلاحي اللي هو النخيل اللي هو شريان في تونس وولايه طوزر وقبلي، والقطاع الثاني اللي هو باش نجب داني تو، لان احنا هذا يمسنا كل هو المواشي. سيد الرئيس نكلم بلغ لك رساله، اطلب من كل الطب البياطره ولا عنده بعير مدروش في قائمه ياخذ في العلفه. مالي البل ضاعت يبلها وانا تموت، والجزائريون يبلها مرتاح حذانا يبعدوا علينا 100 نيترو. راهو القطاع اللي يبل التونسي ضاع تماما ولا عنده بعير السيد الرئيس يا مدروج باش ياكل العلف ولا اصل ولا الغنم. 300 راس في الشهر تاكل 30 شكاره اللي هي ما تهزهاش 10 ايام. الناس راهي ملت وكلت وضاع السعي، التي يذبحوها هزيله واللي تربيها سيبها. اراه ينهارت يا سيد الرئيس، اراه الامن العام الغذائي اللحوم والتمور في الجنوب ضاع يا سيد الرئيس. والله في توزر، والله صدقوني مانيش خايف لا على الصابه ولا على، خايف على الشباب، لان المصدر الوحيد العيش نتاعه هو الغابه، والغابه اللي هي كانت تتصور في 20 مليون ولا تتصور في 7 مليون. تعرفي ما كعارف انت ثم حاجه في الجريد من اللي يدخل سبتمبر، ها مش اني نقول برشا كلام، باش نقول كلمتين سماح اللي هم الشباب اللي معمل عليهم سيد الرئيس. اثنين، اللي هي المراه في الجريد وقت اللي يروح رجلها تو يروح رجلها تقول لها بعت الغابه ولا علاش بعت الغابه؟ لان الغابه هي شريان نتاع البلاد الكل. تو بالله نشوفوا الشباب كيف هذا، والله صدقيني لنزيد عليك شيء، كان يندله الجبين تو قدام القهوه قاعدك
والله يهرب بالقهوة، والله يلطف في قهره، والله والله يجوني شباب كيف كي يقولوا لي ثم مش خدام، والله كانت حاسم باش قبل. هنا يلزم تدخل عاجل ما يفوتش أقل شيء أقصى تقدير 10 أيام، لأن على دخول أكتوبر، وأكتوبر تبدأ الصابة يلعبوا على اللغة ذي هم، لأن الفلاح يولي خايف على الصابة لا تتلف، يولي بيع بيسرع في البيع. التدخل يكون عاجل يعني ما فوتش 10 أيام، لأن نبدأ في جني الصابة، وإذا كان الصابة اشترها ما تجيناش خسرت الدولة المليارات، وإحنا أغنياء على كثرة الخسارة. أمال هنا سيد الرئيس تدخل عاجل المدينة توزر، تدخل للجريد وشباب الجريد وشباب. عندي 5000 شاب قد هذاك عندها النخل صغير يطلع فيه، هذاك طموح الشباب الجريد. وهنا اذا كان نورث الامور ذي رانا مشينا ورثينا، رانا بيتين هنا. سادة المستثمرين يضخوا فيه ما بين 8 و10 مليارات لصندوق مكافحه الجوائح للدوله، اللي هو احنا ما عندناش ديوان، صندوق مكافحه الجوائح هذا باش كي تجينا مصيبه الله لا يقدر ولا كارثه ما عند الله، فهمتني، يتدخل بها الصندوق هذا. الصندوق هذا ما استفدنا منه بحد شيء، ما شفنا منه بحد شيء، اللي هي صناعه عنكبوت الغبار أجهزة على مقارب 70% في الواحة القديمة، وعلى مقارب 40% في الواحة الجديدة. أنا نطلب من السيد الرئيس باش يشوف لنا الصناديق نتاع مكافحة الجوائح ويرجع لنا حتى نسبة منه كتعويض، يا سيدي يعطيها حتى للجمعيات المائية، يطرح لنا حتى المياه نتاعنا ولا أيا كان. عليكش الفلاح الضر عام من أول بسبة الكورونا، وسناء نضر أكثر وأشد من سبة التجار ومن سبة آفة عنكبوت الغبار.